قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وقوله مناه، مناه صنم لهم سميت بهذا الاسم إما كما قيل من باب الإلحاد في أسماء الله أنها أخذت من اسم الله المنان، وإما لأنها مشابهة لمنى سميت منى بهذا الاسم لكثرة ما يراق فيها من الدماء، فكذلك سميت بمناه لكثرة ما يراق عندها من الدماء تقربا إليها.